مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يكون الطقس صيفي عادي أثناء النهار وأيضا لطيف بالليل ويميل للبرودة في ساعات الصباح الباكر أو فجرا، وبتظهر بعض السحب المنخفضة خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة. هذه الليلة أجواء لطيفة ونسبة الرطوبة النسبية مرتفعة وبتوصل حوالي 88%، وبالتالي في فرصة لتشكل الشابورة وبالتالي يتدنى مدى الرؤية الأفقية في مناطق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بحدود 20 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة ثلاثة أيام القادمة يوم الاثنين والثلاثاء أجواء صيفية عادية، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى تقريبا ضمن المعدلات أو قريبة من المعدل، لكن الاتجاه هو نحو الارتفاع قليلا. والعظمى المتوقعة يوم الاثنين 30 والصغرى 21، العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء 31 والصغرى 22، لكن الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة. بتقول أجواء حارة نسبيا، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، العظمى المتوقعة 33 والصغرى 22 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى، نبدأ في المناطق الشمالية. إربد 34-23، عجلون 32-21، جرش 33-22، والمفرق 34-22 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى، البلقاء 31-21، مأدبة 30-22، الزرقاء 35-22، عمان 30-21، والبحر الميت أجواء حارة 41-30 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الجنوبية، الكرك 30-20، الطفيلة 30-21، الشراه 28-18، ومعان 34-22، والعقبة أجواء حارة 42-29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية من المملكة أجواء حارة، الأزرق 38-25، والصفاوي العظمى 39 والصغرى 24، كذلك الرويشد العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع